والنتيجة 13 وكرة 4 أهلي في مباراة تعد تحصيل حاصل بعد ما تم التعرف على أطراف المربع الذهبي. ونيناد والتصويب سل ألف تحية للحكام ونيناد والموف والباص ونيمة. يا سلام نيناد ونيمة، نيمة ونيناد، وتصويبة ما تنجحش من نيناد. ويعمل هو يعمل المتابعة ويرجع يعمل الساكن شوت مرة أخرى تم صويبة بين الغرافة والوكرة والعربي وقطر. ونيناد يا سلام يا نيناد يدخل وهو مضغوط عليه، لا غير الديفنس والاسيست الكتير والرائع جدا ارنست. ويا سلام يا سعيدو، لسه ما خلصناش، لسه بنتكلم عن المواجه الوكره المتقدم ومحقق المفاجاه 26 اهلي. ونيناد والتصويب، يا سلام يا نيناد. امير والبلوك شوت ومن نيناد. امير يا كابتن سيد بيفهم في الرياضه وكثير، يعني هو توكل لما شاف نجمنا مختلف بص شوت وعمل تاني ساكن شوت كالعاده، خبرات كبيره. كوتش حسن عنده الامل ان هو يعدل من مركزه بعد الضغط اللي حصل له، زي ما توقعت يا كابتن حسن انت في الوقت المستقطع لما يعوز يخلص هيخلص. ووصل للعب ومش هيسمح ان نادي الاهلي يطمع في المباراه. تصويبه ناجحه من نيناد. شكرا يا شكرا. وينجح في الرميه الثانيه. نيناد. والتصويبه البعيده، يا سلام يا نيناد، يا سلام على الخبره والشياكه. معلم الفريق. دقائق فقط في الساعه لنهاية الفترة الثالثة، حسام والتصويب يا خطأ شخصي، سيف بيقول ما فيهاش وراح وغير اتجاهه ونيناد يحط نقطتين لكن ما تنجحش. وعمر ويستيل من نيناد وراح، ويا سلام على الريفرس الجميل، ويسجل نقطتين ويخلي الفرق نقطة وحيدة. ملوا التيمبو والريت بتاع أداء الوكرة 20 نقطة حتى الآن. وكالعادة نيناد والتصويبة بعيدة المدى. يتقدم للمرة الأولى في الفترة الثالثة. نيناد راح ونيناد عمل التقدم للأهلوية. 60 أهلي 58 وكرة، تفوق للأهلي في هذه الفترة. أداء رائع. وشايفين إيه؟ نيناد يصل للنقطة 29 نقطة لنيناد. والدفاعات، ويا سلام على الترانزيشن، رايح نيناد ويحصل على الخطأ الشخصي. المباراة ينجح نيناد في تسجيل الرمية الحرة. وينجح في الثانية. محاولة تصويب غير ناجحة والنعمة تاني، وقف وبص والله جابها. نيناد وصل للنقطة كام؟ نيناد الأهلاوي لاعب النادي الأهلي للنقطة 35 ليه في الفترة الثالثة. 35 نقطة، متبقي فترة كاملة. نيناد بيحقق حتى الآن أكبر معدل تهديفي، ويعوّة على أولي. أعزائي المشاهدين، وتصويبة وإيه؟ بلوك شوت من نيناد، بلوك شوت مع الأخضر الأهلاوي. لازم مجهود أكبر من كده، بالذات لما نيناد يتوحش، لما نيناد لما بيحط نقطته 39. نيناد 81 أهلي 66 وكرة و 39 نيناد. مفتاح والدفاع عليه باتنين، ونيناد والباص ونيمة تحت الباسكت ايزي. لا العكس بالعكس، وهنا شفنا الاستيل ورايح نيناد ودخل نيناد وسجل نيناد النقطة 87 للأهلي. واحد وهو ادي نيمة، ادي نيناد، نيناد رايح، نيناد داخل ويحصل على الخطأ الشخصي. إيهاب والوكرة ليهم وقت مستقطع
هينقل الناحية الثانية من المديرين الفنيين ونيناد.